السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المعلمة أميرة حسني من روضة ومدارس أكاديمية أوس التربوية. مادتنا لهذا اليوم التربية الوطنية والاجتماعية للصف الثاني. عنوان درسنا لهذا اليوم الثورة العربية الكبرى. هل تريدون أن تتعرفوا على الثورة العربية الكبرى وتعرفوا ما جرى فيها؟ هيا بنا عزيز الطالب لنتعرف على الثورة العربية لماذا قامت، لنشاهد هذا المقطع. نعم، إنها آلية إسلامية، وكما قال قائدها وحامل لوائها شريف مكة الحسين الهاشمي: إن همي وبلادي وديني أكثر من كل شيء في هذا الوجود. وتحت رايتها ولوائها أقسم أحرار الأمة بكل معاني وشهامة الفرسان وهم يبايعون قائدها على الطاعة: أقسم بالله العظيم أن ننتظر حين تنتظر، وأن نسير حين تسير، وأن لا ندين للترك بطاعة، وأن نحسن معاملة كل من يتكلم العربية، وأن نجعل الاستقلال فوق حياتنا وأهلنا وأموالنا. تألف مسرح العمليات الحربية للثورة العربية الكبرى من شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام التي تشكل كتلة برية متصلة، وكان هدفها النهوض بالعرب كافة والسعي لتوحيد أقطارهم. لقد تولى أنجال الشريف الحسين قيادة جيوش الثورة العربية الكبرى في بلاد الحجاز، وخلال تقدمها باتجاه بلاد الشام مروراً بالأردن التي شهدت أرضها معارك شرسة وقوية قادتها قوات الثورة العربية مع القوات العثمانية في محطات سكة الحديد ومرتفعات النقب والجويرة ومعان والحاميات العثمانية ومدينة العقبة، حيث تنادى أبناء العشائر الأردنية من مختلف أنحاء الإمارة لمؤازرة هذه الثورة التي بشرت الأمة كلها بفجر عربي جديد. نعم، لقد حققت الثورة العربية غاياتها، ومنذ ذلك التاريخ والأردنيون يحملون مع قيادتهم المباركة مبادئ هذه الثورة والنهضة، ويترجمون خطى قائدها وورثة مبادئها في إشاعة روح العروبة والإسلام، وستبقى رسالة نحن دعاتها وحماتها. وقد جسدها الأردنيون وأبناء الجيش العربي تاريخا عابقا بكل معاني المجد والتضحية والشهادة، وسيبقى الجيش العربي الباسل حاملا للأمانة سدا منيعا أمام الأطماع الخارجية، يحمي الوطن ويدافع عن تراب الأردن الطهور، ورأس حربة يدافع عن حمى الوطن العربي. والآن ماذا استنتجتم من هذا الفيديو الذي شاهدتموه قبل قليل؟ والآن سأقوم بمساعدتكم، فكل ما شاهدتموه يتمحور حول أن اجتمع أحرار العرب من مناطق مختلفة وتباحثوا في أمور البلاد العربية التي كانت تتعرض للظلم الكبير إذ كانت تتبع الدولة العثمانية. وقرروا اللجوء إلى الشريف الحسين بن علي طيب الله ثراه. الذي كان أميرا على مكة المكرمة، وتميز الشريف الحسين بن علي بالحكمة، حسن التصرف والتدبير والشجاعة. وذهبوا إليه لتخليصهم من حياة الظلم والجهل التي كانت تسود في البلاد العربية، واستجاب الشريف الحسين بن علي طيب الله ثراه لأحرار العرب. وأطلق رصاصة الثورة العربية الكبرى باليوم العاشر من حزيران سنة 1916، وانطلقت بعض جيوش الثورة إلى بلاد الشام لتحريرها من الظلم. وانتصر العرب بقيادة الشريف الحسين بن علي
وأبناؤه علي، فيصل، عبد الله وزيد، طيب الله ثراهم. هل تودون التعرف على أبنائه الأربعة؟ هيا بنا لنراهم. الأمير فيصل، الأمير علي، الأمير زيد، والملك المؤسس عبد الله بن الحسين. هيا بنا لنتعرف على الثورة العربية الكبرى ولماذا قامت. قامت الثورة العربية الكبرى ضد الدولة العثمانية لأنها كانت سببا بظلم وجهل وفقر الدول العربية، وانتشرت فيها الأمراض بشكل كبير لأن الدولة العثمانية لم تهتم بشؤون الدولة كما يجب، وقاموا أيضا بسياسة التتريك. وسياسة التتريك أعزائي الطلاب إنهم كانوا يريدون إلغاء اللغة العربية ووضع اللغة التركية بدلا عنها. والآن انظروا ماذا سأعرض عليكم. إنه علم الثورة العربية الكبرى. نبدأ باللون الأسود ثم الأخضر ثم الأبيض، ومن ثم يعلو هذه الألوان المثلث الأحمر. هل تعرفون شكل علم المملكة الأردنية الهاشمية؟ أعتقد أنكم تعرفونه جيدا، فنحن نراه في كل مكان. الآن بماذا يتشابه العلمان؟ أحسنتم، أجل، يتشابهان بالألوان والشكل، ولكن هناك بعض الاختلاف البسيط. هل تعلمون ما هي الاختلافات بين العلمين؟ إنهما مختلفان بترتيب الألوان وبالنجمة. في علم الأردن يوجد نجمة سباعية، في علم الثورة العربية لا يوجد نجمة سباعية. إلى هنا نكون أنهينا درسنا لهذا اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.